يقول السائل: لماذا لم يذكر العشر المبشرين بالجنة فقط، مع العلم أن بعض الصحابة مبشرين بالجنة ولم يذكروا مع هؤلاء العشرة؟ الله أعلم، هؤلاء ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، ذكرهم جميعا، وهناك صحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة لكن ليسوا من العشرة. العشرة لهم فضيلة، وأيضا العشرة هؤلاء كلهم من قريش، العشرة هؤلاء كلهم من قريش. وأما بقية المبشرين بالجنة من صحابة قد يكونون من الأنصار، قد يكونون من سائر القبائل، فهؤلاء خصوا لأنهم من قريش، كلهم من قريش. نعم.